برنامج برعاية مصر. تؤكد ضرورة توفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح وإنهاء العمليات العسكرية في محيط المعبر. الاحتلال يطالب محكمة العدل الدولية رفض طلب جنوب إفريقيا الانسحاب من غزة، والخارجية الفلسطينية تؤكد أن إسرائيل قدمت وقائع متناقضة. والاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه على غزة، وتقارير صحفية عن تحويله مستشفى سرطان إلى قاعدة لعملياته. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال من خلال فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع وتحقيق النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية وبشكل آمن ودون عوائق إلى قطاع غزة. وخلال اتصال هاتفي مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، أكد شكري على أهمية قيام إسرائيل باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني وعدم استهداف مقرات وكالات الإغاثة الدولية، فضلا عن ضمان وصول وحرية تنقل أطقم الإغاثة في قطاع غزة. هذا وشهد الاتصال التأكيد على ضرورة توفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح وإنهاء العمليات العسكرية في محيط المعبر، كما تم التشديد على ضرورة توفير المناخ الآمن للعاملين بالمجال الإنساني لاستلام وتوزيع المساعدات الإنسانية لسكان القطاع. أكدت الهيئة الدولية لدعم فلسطين أن الاحتلال الإسرائيلي لن ينجح في التشكيك ونسف دعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى ما ترتكبه إسرائيل من مجازر وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. وأوضحت الهيئة أن مرافعة جنوب أفريقيا مستندة إلى صحيح القانون وإلى عدد من الوقائع والإثباتات التي تثبت الركن المادي بتصريحات للمسؤولين الإسرائيليين العلنية، فضلا عن ضرب إسرائيل كل قواعد القانون الدولي والإنساني عرض الحائط. دافعت إسرائيل عن هجومها في رفح الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية زاعمة أنها تتصرف دفاعا عن نفسها. وأبلغ جلعاد نيوام كبير المحامين الممثلين لإسرائيل محكمة العدل الدولية بأن الحرب ضد حماس في قطاع غزة هي مأساوية، لكن لا تصنف إبادة جماعية على حد زعمه. وطلب جلعاد من محكمة العدل الدولية رفض طلب جنوب أفريقيا بإصدار أمر بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة. هذا وتواصل محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع في الطلب المقدم من جنوب أفريقيا بشأن الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين في قطاع غزة. وفي مؤتمر صحفي بعد انتهاء جلسة الاستماع، أكد وفد جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية أكد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة، مشددا على أن هناك دلائل واضحة تثبت ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية برعاية قادتها. وفي هذا الإطار استعرض مساعد وزير الخارجية الفلسطيني عمار حجازي الأكاذيب التي تناولها وفد الدفاع الإسرائيلي في جلسة الاستماع ومحاولته تزييف الحقائق. We heard today is a delusional presentation.
ما سمعناه اليوم بشأن العرض الذي قدمته إسرائيل يعكس عدداً من الوقائع المتناقضة في كل شيء، خاصة فيما يتعلق بالمنظمات الدولية وأعداد العاملين الأمميين والصحفيين الذين فقدوا حياتهم. إسرائيل ترغب في أن لا نرى الحقيقة كاملة، بما في ذلك حجم تأثر المساعدات الإنسانية، وهذا يتناقض مع ما قدمته الجهات الدولية التي تعمل على أرض الواقع. إسرائيل حاولت اليوم تقديم حقيقة موازية لما يحدث في الواقع، وقد تم فضح كل ذلك وفقاً لما أفادت به الجهات والمنظمات الدولية في هذا الشأن. هناك هجوم على القوافل الإنسانية، وقد تابعنا ذلك من خلال الجهات الدولية المتابعة للأوضاع في غزة وكذلك أوضاع الصحفيين. رأينا أيضا المستوطنين في الضفة الغربية وهم يدمرون القوافل الإنسانية تحت أعين جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. نجحت القمة العربية بالمنامة في حشد الجهود العربية لصياغة موقف موحد ينتصر للإنسانية. وفي هذا الإطار أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن العدالة لا تتجزأ، مشددا على أن التاريخ سيتوقف طويلا أمام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. هذا ودعا إعلان البحرين إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورا وخروج قوات الاحتلال من جميع مناطق القطاع، كما اقترح الإعلان نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في حضرة قضية العرب الأولى دارت مناقشة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 33 في البحرين، ومن أجلها خرج إعلان البحرين عنوانه القضية الفلسطينية، وانبثق عنه بيان آخر بشأن تطورات الأوضاع في غزة، بيان بعث به القادة العرب رسالة للمجتمع الدولي بأسره بأنه لا صوت يعلو فوق صوت حق الفلسطينيين في الحياة، أطلقوا نداء للداخل العربي ذاته بأنه لا نجاة مع ما تشهده المنطقة من تحديات وصراعات سوى بالوحدة العربية. من هذا المنطلق جاءت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة معاتبا الضمير الإنساني العالمي بالتأكيد على أن العدالة لا تتجزأ، ومشددا على أن التاريخ سيتوقف طويلا أمام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. تفرض هذه اللحظة الفارقة على جميع الأطراف المعنية الاختيار بين مسارين، مسار السلام والاستقرار والأمل أو مسار الفوضى والدمار الذي يدفع إليه التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب ليسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه. الرئيس الفلسطيني محمود عباس من جانبه طالب مجلس الأمن بأن يتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الغاشم على غزة وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية وكذلك منع تهجير أبناء الشعب الفلسطيني. أولويتنا الأولى هي الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، لأن كل يوم يمر في حوارات عقيمة يعني خسارة 100 شهيد يومياً وأكثر منهم جرحى في قطاعنا العزيز. من هنا جاء إعلان البحرين الذي دعا إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فوراً وخروج قوات الاحتلال من جميع مناطق القطاع، كما اقترح الإعلان نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ندين بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني
والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت المدنية واستخدام سلاح الحصار والتجويع ومحاولات التهجير القسري وما نتج عنها من قتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء. وفي بيانهم الخاص بتطورات الأوضاع في غزة، أدان القادة العرب امتداد العمليات الإسرائيلية لمدينة رفح الفلسطينية وسيطرة قوات الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، واستجابة لمبادرة البحرين تبنت القمة دعوة لمؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة يجمع الأطراف المؤيدة لحل الدولتين. هكذا جاءت القمة العربية بالمنام متشحة بالعلم الفلسطيني، كاشفة لعنصرية المجتمع الدولي ووجهه القبيح المتشدق بحقوق الإنسان ليل نهار، تلك العنصرية التي أبرزت أن للقانون الدولي استثناءات تسمح بانتهاكه، وأن لأرواح المدنيين ذرائع مشروعة لإزهاقها بدم بارد رغم نصوص حمايتهم في أوقات الحروب. إن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأؤكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أهلا بكم من جديد. أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، أفادت بأن أكثر من 630 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة رفح الفلسطينية منذ تكثيف الهجوم العسكري الإسرائيلي بالمدينة. وأضافت الأونروا أن السكان الذين نزحوا قصرا من رفح الفلسطينية توجهوا إلى مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مما حولها إلى مدينة مكتظة بشكل كبير وتعاني من ظروف مزرية. ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة يعد بحسب المسؤولين الأمريكيين فشلا استراتيجيا وتجاهلا للتحذيرات الأمريكية بشأن العملية العسكرية والأزمة الإنسانية المتنامية في قطاع غزة. وفي تقرير لها أوضحت الصحيفة الأمريكية نفاد فرص كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذين يسافرون إلى إسرائيل لإقناع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتبني رؤيتهم حول كيفية إنهاء الحرب في غزة وتحقيق السلام الدائم. دعت 13 دولة غربية، العديد منها من البلدان الداعمة تقليديا لإسرائيل، دعت إلى عدم شن هجوم واسع النطاق على رفح الفلسطينية. جاء ذلك في رسالة بعثها وزراء خارجية هذه الدول إلى نظرائهم الإسرائيلي أو إلى نظيرهم الإسرائيلي، كما حثت تلك الدول الاحتلال الإسرائيلي على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر جميع نقاط العبور ذات الصلة. والدول الموقعة على الرسالة هي أستراليا وبريطانيا وكندا واليابان وكذلك نيوزيلندا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وكذلك إيطاليا وهولندا والسويد. أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي بنتاغون سابرينا سينغ أن واشنطن لا تدعم أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية بدون خطة ذات مصداقية لحماية المدنيين، لافتة إلى أن الإدارة الأمريكية لا ترى حتى الآن أي خطة. وقالت سينغ إن بلادها لا تزال توفر لإسرائيل ما تحتاجه من مساعدات
ولم يتم إيقاف شحنات الأسلحة سوى شحنة واحدة فقط، لافتة إلى أن واشنطن ترغب في أن يتم الإفراج عن جميع المحتجزين. أعلنت المملكة المتحدة إرسال مساعدات إلى قطاع غزة من خلال منصة الطوارئ العائمة قبالة سواحل القطاع لأول مرة، والتي أقامتها الولايات المتحدة لنقل معدات الإيواء إلى غزة. وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه سيتم إرسال المزيد من المساعدات إلى غزة خلال الأسابيع المقبلة، معربا عن رغبته في فتح المزيد من المسارات البرية للتمكين من إنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة. أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الحمولة الأولى من المساعدات الإنسانية المخصصة لغزة عبر الرصيف البحري العائم الذي أقامته واشنطن قبالة غزة تم تفريغها بداية من الشاحنات بنقلها نحو القطاع الفلسطيني المحاصر. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنه لم ينزل أي من الجنود الأمريكيين إلى شاطئ غزة، مضيفة أن هذه جهود مستمرة ومتعددة الجنسيات لتوصيل مساعدات إضافية للمدنيين الفلسطينيين في غزة عبر ميناء بحري مؤقت طبيعته بالكامل إنسانية، وتشمل المساعدات مواد إغاثية تبرعت بها عدد من الدول ومنظمات إنسانية. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي مكثف، خاصة على شمال القطاع وجنوبه، وسط تحذيرات أممية ودولية من الأوضاع الكارثية التي خلفتها الحرب على النازحين. واستهدف جيش الاحتلال المنازل ومراكز الإيواء وشوارع قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بينما يواصل اجتياحه البري لأحياء واسعة في رفح الفلسطينية جنوبا وجباليا وأجزاء أخرى من شمال القطاع. حيث أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بأن تقارير وصور للأقمار الصناعية ترجع أن الجيش الإسرائيلي أقام قاعدة لعمليات قواته في مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية بمدينة غزة، والذي كانت مخصصة لعلاج مرضى السرطان. أكدت السلطات الصحية في غزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 35,303 من الشهداء، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي. وأشارت السلطات الصحية إلى أنه تم إحصاء 31 شهيدا على الأقل خلال 24 ساعة، لافتة إلى أن عدد الجرحى الإجمالي بلغ 79,261 منذ أكثر من 7 أشهر. أكدت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة النجارية الساحلية الواقعة في قضاء صيدا، وغارة أخرى على بلدة العدوسية المجاورة، وتبعد البلدتان نحو 30 كيلومترا كمسافة مباشرة عن أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل. هذا وأشارت الوكالة إلى أن حزب الله كثف وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية بصواريخ ومسيرات أطلقت صاروخين على موقع في شمال إسرائيل قبل انفجارها، ما أسفر عن إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح. وتشهد جبهة الجنوب تصعيدا منذ الأربعاء مع تكثيف حزب الله وتيرة هجماته على إسرائيل بعد قصف إسرائيلي طال مواقع تابعة له في شرق لبنان. أعلنت قوات الحوثي إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 مساء أمس فوق محافظة مأرب جنوب شرق اليمن. وأوضحت قوات الحوثي أنها استهدفت المسيرة الأمريكية بصاروخ سطح جو محلي الصنع. أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن شعوره بالفزع من تصاعد العنف قرب مدينة الفاشر السودانية. وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أنه أجرى مناقشات هذا الأسبوع مع قائدين من طرفي الصراع، محذرا من كارثة إنسانية إذا تمت مهاجمة المدينة، مشيرا إلى أن القتال في الفاشر سيكون له أثر كارثي على المدنيين وسيؤدي إلى تفاقم الوضع.
Israeli defense forces ordered further evacuations from the southern city, leading afresh. أطلقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بسبب تدهور الأوضاع في السودان ونقص التمويل، وهو الأمر الذي يهدد بحياة المواطنين هناك. ووجه الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نداء عاجلا من أجل زيادة حجم المساعدات للسودان، مشيرا إلى أن المنظمة الأممية تواجه نقصا كارثيا في التمويل. وكشف المسؤول الأممي أن الأمم المتحدة لم تتلقى سوى 12% فقط من حجم المساعدات المطلوبة لدعم السودان والمقدرة ب 2.7 مليار من الدولارات. وصفت وزارة الخارجية الصينية المحادثات التي عقدت بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين بالصريحة والودية، ووضع الجانبان خطة للتنمية المستقبلية للعلاقات والتعاون الثنائي في مختلف المجالات. ووقع الرئيسان بيانا مشتركا بشأن تعميق شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بمناسبة الذكرى 75 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وشهدا على توقيع أكثر من 10 وثائق تعاون رئيسية. أكدت وزارة الدفاع الصينية أن بكين ستعمل بكل ثبات وحزم على التصدي لكافة الأنشطة الساعية لاستقلال تايوان وللدعم الخارجي له. جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الدفاع ردا على استفسار إعلامي بشأن التفاعلات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان الصينية. وأحث المتحدث باسم الدفاع الصينية بأن تكون واشنطن على دراية تامة بمدى حساسية مسألة تايوان، والتوقف عن أي شكل من التبادلات الرسمية والاتصالات العسكرية مع منطقة تايوان. أظهرت قاعدة بيانات البرلمان الأوكراني أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقع قانونا يسمح لبعض السجناء بالخدمة في الجيش، وذكر الموقع الإلكتروني للبرلمان أنه تم التوقيع أيضا على قانون منفصل يهدف إلى زيادة الغرامات المفروضة على الذين لا يمتثلون لقواعد التعبئة العسكرية. ترأس رئيس مجلس الدولة المستشار عادل عزب اجتماع الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة، وعقب اكتمال نصاب الجمعية العمومية أدلى بصوته في انتخاب مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة. وفتح نادي قضاة مجلس الدولة لجان انتخاب صباح اليوم لإجراء أول دورة انتخابية بعد إقرار لائحة النظام الأساسي لناديي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية. جهود متواصلة تبذلها الدولة من أجل الوصول بالخدمات كافة للمواطنين الأكثر احتياجا بجميع المحافظات بالتعاون مع منظمات العمل المدني. ويأتي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كشريك رئيس للوصول بتلك الخدمات لكافة المحتاجين على طول البلاد وعرضها، وخصوصا مبادرات الخدمات الصحية كمبادرة القضاء على قوائم الانتظار. يواصل قطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحرك بقوة داخل جميع ربوع الوطن، حاملا معه الدعم والمساعدة للمواطنين من الفئات الأولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف عن كاهل المواطنين. وفي هذا الإطار نظم التحالف الوطني مبادرة دعم إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية بمستشفى المعهد الطبي القومي بدمنهور بمحافظة البحيرة. مبادرة دعم إنهاء قوائم الانتظار، ويمكن دي للمرة الثالثة احنا بنشارك فيها، وإن شاء الله بإذن الله هي يعني مش متوقفة على كده بس، ده احنا إن شاء الله نمتد لبقية المراكز في محافظة البحيرة، بحيث تبقى محافظة البحيرة كل الحالات فيها اللي هي في الويتنج ليست في الانتظار إن شاء الله نقوم بدعمها. احنا مجرد ان احنا نسقنا مع المؤسسة، تمام، اتصلنا على قائم الانتظار وحددنا النهاردة اكتر من 120 عملية الحمد لله، اليوم بادئين من الساعة 8:30 صباحا، وانجزنا الساعة دلوقتي 12 وانجزنا حوالي تلت العمليات المقررة. وده مش اول يوم نقدمه،
ده خامس يوم نقدمه بالتعاون مع المؤسسات الخيرية. احنا طبعا سعداء النهاردة ان احنا بنعمل يوم في حب مصر. اليوم ده بيبقى الهدف منه رفع المعاناة عن المواطن المصري او المريض المصري تحديدا. النهاردة اليوم كله بدعم من التحالف الوطني، بدعم من معالي الوزيرة نيفين الكاتب. النهاردة اليوم كله عشان خاطر المواطن المصري، ان احنا نقلل اي آلام عن المواطن المصري، والمواطن المصري يستحق مننا اكتر من كده. كفاية ان احنا الشعب المصري ده شعب جسور، شعب بيتحمل كتير، شعب دايما احنا في ظهره. احنا ننجز اكبر عدد من قوائم الانتظار، خاصة في العظام، مسالك المخ والاعصاب، العيون، الجراحة العامة. ان شاء الله في خلال اليوم ده ننجح ان احنا باذن الله نعمل حوالي 150 عيان باذن الله. التحالف الوطني اكد ان المبادرة ستمتد الى جميع المراكز بمحافظة البحيرة حتى تختفي قوائم الانتظار للعمليات الجراحية بشكل نهائي في القريب العاجل. طبعا المجهود ده مش هينجح غير بالتعاون بين الكل، سواء ستاف مستشفى، اطباء، تمريض، عمال، موظفين، كتبة، الجميع، زائد المجهود المجتمعي. حقيقة أنا بثمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار مش بس بالتعاون مع المستشفيات الحكومية ولكن المستشفيات الخاصة. حقيقة المبادرة بقالها يعني حوالي سنتين ساهمت في إنهاء معاناة ومشاكل كثير من المرضى وإنهاء انتظارهم للشفاء، والحمد لله أثبتت نجاحات كثيرة على كل التخصصات. سعادتي كبيرة جدا وفخور جدا بأطباء محافظة البحيرة، وشاكر جدا للمبادرة الرئاسية اللي هي التحالف عاملها، يعني حالة جميلة جدا من الحب. في النهاية بيستفيد بيها هو المواطن البحراوي والمواطن المصري بصفة عامة. عندنا مشغلين 32 أوضة عمليات للقضاء على قوائم الانتظار، وإن شاء الله المستهدف نخلص 150 حالة من القوائم. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعد ركنا مهما في دعم جهود الدولة لرعاية الفئات الأكثر احتياجا ولتوفير متطلباتهم في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لتنمية الإنسان. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع صق الأضحية للعام الثاني على التوالي بأعلى جودة للحوم وأقل سعر للصق، وذلك بعدما نجحت الموسم الماضي في توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة. وتضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة، وبإشراف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربية والتغذية السليمة لضمان لحوم بجودة عالية وزيادة نسبة اللحوم الحمراء. وأعلنت المؤسسة أن لديها قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقاً في كل محافظات الجمهورية، يتم الوصول إليهم بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتحديث البيانات بشكل مستمر لتحديد احتياجات الأسر المختلفة والتي تضم الفئات المستحقة من المرأة المعيلة والمسنين والمرضى والأرامل والأيتام. We'll be right back.
خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود السبت نهاراً طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية وليلاً، وفي الصباح الباكر يسود طقس معتدل على أنحاء في مصر أو في الأغلب. وبينما يأتي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى تأتي بعد هذا الفاصل. انتهت أخبارنا، وهذه تذكرة بالعناوين. مصر تؤكد ضرورة توفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح وإنهاء العمليات العسكرية في محيط المعبر. الاحتلال يطالب محكمة العدل رفض طلب جنوب أفريقيا الانسحاب من غزة، والخارجية الفلسطينية تؤكد أن إسرائيل قدمت وقائع متناقضة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه على غزة، وتقارير صحفية عن تحويله مستشفى سرطان إلى قاعدة لعملياته.